الألوف كرموز. بزاف منا كيسمعوا بهذا المثل الشعبي، ولكن ما كنعرفوش المعنى ديالو وامتى خاصنا نقولوه وشنو القصة ديالو. يحكى أنه في قديم الزمان كان واحد الفقيه معقول وكيخاف الله وكل شي كيحترمه، وكان فين ما كيبغي يمشي للجامع كيهز معاه واحد السطل ديال الماء صغير، وفي طريقه للجامع كيوقف تحت واحد الشجرة وتما فين كيتوضى. ملي كيخوي ليه السطل ديال الماء كان كيعمرو بالكرموس اللي كيقطعو من ديك الشجرة، وعاد كيمشي يصلي بالناس، ومن ثم كيرجع لدارو بسطل عامر كرموس. ولكن هذيك الشجرة اللي كان كياخد منها الكرموس كانت تابعة للجردة ديال واحد نصراني، وهذاك النصراني كان ديما كيشوف الفقيه كياخد ليه الكرموس وكان عايق بيه وكيبقى حاضيه غير من بعيد. أما السي الفقيه فكان كيسحب له راسه فايق وعايق. واحد النهار مول الشجرة ديال الكرموس قرر يعرض على الفقيه، وفعلا عرض عليه الغداء وجدلو شهيوات من المشاوي والشلايط. وملي جلس باش يبدا ياكل بغى الفقيه يبدا بشوى، وهو يسول جارو النصراني غير بالضحك، قالو ديرش بعد هاد اللحم ياك ما ديال الحلوف، وهو يجاوبو وقالو فحالي لعلمك الله ايه ديال الحلوف. الفقيه تخلع وناض واقف وقالو الحمد لله سولت قبل ما ناكل، ما يمكنش ناكل اللحم ديال الحلوف راه حرام. وهو يبدا مول العراضه كيضحك عليه وقالو غير جلس تاكل ياك حلوف كرموس، بمعنى الحلوف حرام ولكن الكرموس المسروق حلال.